جلسوا لانه ما عارف نسو كاين تما بقاو جالسين تما المهندسين ديالهم يعني عارفين شنو غادي يديروا شنو غادي يبيعوا شنو غادي يسيروا ولكن حنا دوزنا ديك العصريه تلاقينا مع الناس فعلاش بغيت ندخل ماشي كصيفتي كمديرة ديال راديو بلوس وكإعلام جهوي وهذه المدة ديال 5 سنين حنا كنشتغلوا على الإعلام الجهوي بالجهة ولكن أيضا كإعلامية اللي اشتغلت على صناعة تقليدية لمدة تقريبا ديال 10 سنوات في الحقيقة ما جيت حضرت بطبيعة الحال باش أن راديو بلوس غادي تغطي المعرض ولكن أيضا باش نوصلوا واحد الرسالة بحكم أننا اشتغلنا مع صناعة تقليدية لمدة طويلة وعرفنا بأنه صناعة تقليدية واحد الميدان اللي ماشي سهل واحد الميدان اللي فيه مجموعة ديال الإشكاليات ولكن فيه مجموعة ديال الأشياء الإيجابية والمزيانة ولكن وكي تعتبر أيضا من الركائز ديال الهوية المغربية إلا بغينا نقولوا إلا ما حفظناش عليه غادي ما نحافظوش على جزء من هويتنا حنا كمغاربة فداك الشيء علاش الكل مدعو باش ينخرط من اجل النهوض بهذا القطاع الغرفه دايره واحد المجهود من هذه يعني سنتين الحمد لله كيعطى واحد الاكل ديالو فلازم اننا ايضا كنا نخرطوا معاهم كنا اعلاميين او لا مواطنين او لا كنبغي نوجه ايضا رساله للمواطن فصناعه تقليديه علاش ما نفكروش فيها في ديك الجانب اللي كنبغيو حنا مغاربه كنبغيو نعطيو الهدايا كنبغيو نزوروا بعضنا البعض علاش صناعه تقليديه ما تكونش هي اولى الاشياء اللي كنفكروا فيها باش اننا ننسيو الحياه اليوميه ديالنا كيف ما كنديروا الصالون المغربي وكنديروا داك يعني البلافون المغربي وهذا فات الهدايا ديالنا باش نساعدوا داك الصانع التقليدي اللي ربما محتاج للدعم ديال المواطن بشكل اولي ومن بعد كيجي المسؤول وكيجي المنتخب وكيجيو اشياء اخرى بالاضافه الى ان الصانع التقليدي خصو يدعم هو نفسه بنفسه وينطلق من نفسه باش يقدر يحافظ على الحرفه ديالو وشكرا.